احنا لو كنا مخونين اوقات ماشيين في سكه ماشيين مطمنين بعديها نلوم في روحنا بيحبك انه رزقك بيها. لا تبقى انها خناقه كبيره قوي. ايه اللي حصل؟ ما تتكلم يا تيمور. اصل انا من ساعتين ثلاثه تقريبا كده اتصلوا بيا وبعدين انا مين دول اللي اتصل؟ ما تتكلم دغري يا تيمور. الحاج رضا اتصل بيا امبارح الظهر وقال لي انه محتاج عربيه ليموزين تستناه النهارده في المطار الساعه 7 الصبح علشان هيروح مشوار قبل ما يجي على هنا. مطار ايه وليموزين ايه؟ هو رضا كان اصله كان جاي في الطياره اللي توصل مصر الساعه 7 الصبح.
وبعدين كمل يا تيمور، ايه اللي حصل؟ بعت له السواق والعربيه زي ما طلب، لكن لقيت السواق بيتصل بيا بالتليفون بيقول لي ان الحاج ما جاش على الطياره. رضا ماله يا تيمور؟ اتصلت بيه على التليفون، رد عليا واحد من البوليس الانجليزي قال ان الحاج عمل حادثه. بدلت مادر، دي انسانه مؤمنه بالله. انت كداب يا تيمور، ما بتقولش الحقيقه، انت مش فاهم حاجه خالص. اوعى تقول كده تاني. اسكت اسكت. رضا كان بيكلمني، كلمني ما قاليش انه جاي. انت فهمت غلط يا تيمور، ما قاليش انه جاي. فهمت غلط يا تيمور، صح؟ فهمت غلط. جايرة قولي له انه فهم غلط. لما كلمني ما قاليش انه جاي. رضا ما قاليش انه جاي وما كانش على الطياره. سامع؟ صح، ما كانش على الطياره. رضا ما كانش على الطياره. انت فهمت غلط، فهمت غلط 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 غلط. فهمت غلط. كان بيكلمني ومدام ما قاليش انه جاي يبقى ما جاش وما كانش على الطيارة. صدقني انا ما كانش على الطيارة. ما كانش ما كانش ما كانش احنا قدرنا نطلع كل المتعلقات اللي كانت موجوده في العربيه المنكوبه، وبعد الفحص لقينا شنطه سفر وشنطه ايد تخص ميس كارولاين، وشنطه تخص الراجل المصري، وشنطه ايد متقطعه تخص مصريها. انا ممكن استلم متعلقات كارولاين، هي ملهاش حد تقريبا، لاجل خاطبها مستر نجيب. اوكي، في اجراء روتيني لو سمحت، من ضمن انك استلمت كل محتويات الشرط. تحت امرك. شوفوا دكتور. Oh!
مسيو بن يمين، قريب جدا هعمل ميتنج بينك وبين الحاج رضا عشان ازيل سوء التفاهم اللي كان بينكم. وتفتكر سليمان باشا هيرضى يقابلني؟ انت فاهم الحاج رضا غلط. رضا ملوش اي موقف سياسي، لا بيحب حد ولا بيكره حد، ده راجل موهوب في الشغل وبس، وموثوق فيه عند ناس كبار قوي في البلد. انت شوقتني ان انا اشوفه مره تانية. ده لازم يحصل عشان هو كمان يطمن لكم. تصور، كان متخيل انكم لكم يد في الطلق الناري اللي اتصاب بيه في بلدهم. معقول يفكر بالاسلوب ده؟ احنا اختلفنا معاه لكن ده مش اسلوبنا. انا قلت له كده وهو كمان اقتنع ان الاصابه جت من الناس اللي كانوا بيحتفلوا حواليه. مسيو بنيامين، الشغل اللي جاي بينا زي الفل، استثمارات ضخمه، احنا هننزل بكل تقلنا. الو، مين معايا؟ خير؟ ايه بتقول؟ ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طيب انا جاي حالا. في ايه مستر سليمان؟ مصيبة وكارثة حلت على راسنا كلنا. ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. عشان خاطر يا مدام تنهضر، قولي لك لقمة. خليكي براحتك يا حبيبتي، الحاج رضا يتحزن عليه العمر كله، بس الأكل ملوش علاقة بالحزن. خدي شوية عصير. طب قومي ارتاحي في اوضتك، انت قاعده في مكانك من امبارح ما اتحركتيش. هو كان عنده شغل هناك، وهو قال لي كده لما كلمني، اول ما هيخلص شغله هيرجع على طول. هيرجع أكيد، هيرجع. يا مدام تماضر، أنتي مؤمنة وعارفة إن الكل واحد معاد، لا بيتقدم ولا بيتأخر. يلا يا معلمة عشان الحال خلص الأمر. شهيرة. خليكي معاهم، ما تسيبهمش. انت خلاص نازل؟ لازم اخلص اجراءات السفر بسرعه عشان الحجز تبقى لسه. بس دول ان حجز الطياره متاكد،
في لقاءات مهمة تحددت في مصر، يعني لازم أكون هناك بكرة الصبح. أنا كنت فضلت جنبك. شكك أنت، كفاية إنك جيتي أول ما عرفتي بالرب مش شكك. ما تشكرنيش، أنا مش بجاملك نجيب، أنا بجد حاسة باللي جواك. عارفة قد إيه إنسان نقي وحساس زيك ممكن يكون بيتعذب. أنا عشت الشعور ده لحظة بلحظة لما مات جوزي في حرب عاصفة الصحراء. بس صدقني نجيب، كل ما الوقت بيمر الأحزان بتقل. It will never last، ما بتنتهيش، بس بتبقى قادر على احتمالها لأن الحياة لازم تستمر. تستمر؟ Do you really think so؟ تفتكري راجل في سني ممكن يقابل مرة تانية في حياته واحدة يحبها وتحبه زي كارولين؟ كانت نسمة مرت على حياتي فهي بطريقة ما تتكررش. اديتي درس في الحب في الوقت اللي انا تعاملت مع الحب ده منتهى الإهمال. ضحيت بحياتها علشان حبنا، قابلت خيانتي بموقف لا يمكن انساه ابدا في حياتي. ده قدرك نجيب، انت انسان قوي ولازم تتحمل. مش قادر، مش قادر اتصور ابدا ان يومين عدوا من ساعة ما. انا حاسس ان انا في كابوس طويل قوي، صورتها مش قادرة تفارق خيال. طول ما الحياة مستمرة الحب هيبقى موجود. You will survive. أنا واثق إني هعيش وأموت من غير ما ألاقي حب حقيقي. أنا مش متقدر لي إني ألاقي حب حقيقي. الظاهر إني هعيش وأموت وحدي. بليز نجيب، بلاش تعذب نفسك. أنت شخصية نادرة، تعرف؟ أنا قابلت كتير بحكم شغلي، بس وقفت عندك وفكرت فيك. بالرغم من إني مسافرة رحلة معرفش هتطول قد إيه، بس هسعى إني أشوفك تاني. أنت جواك طاقة حب، مخزون كبير من المشاعر. أكيد هتلاقي في يوم من الأيام واحدة تحس بيه. أنا مضطرة أمشي، بس وعدني إن أنت تخلي بالك من نفسك وطمني دايما عليك لحد ما نتقابل تاني. Thank you.
صدق الله العظيم. بقى في حياتك يا عباطي. حياتك الباقي يا باشا. شد حيلك يا مدام. الحقيقة احنا الصدمة بتاعتنا لا توصف. انت عارف حضرتك احنا كنا معتمدين على الحاج رضا في كل حاجة. فعلا احنا كنا شخص واحد، لكن الحاج رضا الله يرحمه كان هو العقل اللي بيحركنا كلنا. عموما يا هانم البركة فيكي واحنا تحت امرك في اي حاجة. البركة والخير كله فيك يا مدام. رضا جاي بعد يومين. انت بتقول يا صفقة ما تعرفش يعني. انا عمري ما عرفت الحاج رضا كان مخبي الحاجة فين. لا انت مش زيي. مش زيي يا بابا. وبعدين ما تفضل تتابع العملية دي. وانت اكتر واحد كنت متحمس للعملية دي واقنعتنا ندخل شركة بكل اللي ورانا واللي قدامنا. رضا كان طول عمره في منتهى ولا المكان اللي هيخزنه فيه لحد ما يسافر ويعمل اتفاقيات مع الراجل الاجنبي ويرجع. واحنا مش اي حد، كان لازم واحد فينا يكون عارف التفاصيل. احنا عمرنا ما تعودنا نكلم رضا في تفاصيل اي شغل عملناه قبل كده. قبل كده كنا بنشتغل في تجاره عاديه، توزيع بضائع جوه مصر او تصدير خارج مصر. اكبر عمليه اشتركنا فيها احنا الثلاثه كانت ب50 مليون علينا احنا الثلاثه، لكن المره دي كل واحد فينا دفع 300 مليون. ده غير اللي دفعه المرحوم رضا والشريك الاجنبي. هتسدد كل ده منين؟ ما تتكلم يا سليمان باشا. احنا غلطنا غلطة العمر. غلطة عمر؟ ما تنساش ان المرحوم رضا اخر واحد نكلمه لندر كان انت. ما قاليش حاجة، كان فرحان جدا ان الاتفاق تم على خير، ولما سألته اذا كان مطمن على حاجة قال انه حطها في مكان ما تخطرش على بال الجن الازرق، وانا كانت مسؤوليتي ان اخلص مع مسؤول المينا والشحن. الله عليكم. انا مش عارف اسمي اللي حصل ده ايه. كلمة غباء ما توصفش اللي حصل ده. ازاي ما خدتوش اي ضمانات على اللي اسمه رضا ده؟ ما هو ما كانش حد يتخيل ان رضا هيموت بالسرعه دي. استغفر الله العظيم يا رب. ده انا وسليمان كنا على اتصال بيه وهو بره كل ساعه تقريبا. لا برافو، متابعه هايله، متابعه ضيعت علينا 900 مليون جنيه، مكسبهم خمس اضعاف. ما فكرتش تسافر معاه ليه يا سليمان باشا؟ انا عضو مجلس وحركت محسوبه، ولو كنت اتحركت مع رضا كنت هلفت النظر وابوظ كل حاجه. وبعدين ما انت معانا في الحكايه من اولها، ما اقترحتش ليه اللي بتقوله دلوقتي يا برنس؟ بلا برنس بلا زفت. انا مش مصدق نفسي، حاسس ان انا في كابوس. ما تفكر يا صفتي يكون قالك على اي اشاره او علامه. ما قالش يا صفتي،
احنا كنا سايبين له تنفيذ الموضوع كله لوحده. طب قولوا لي يا اساتذه، هترجعوا فلوسكم ازاي دلوقتي؟ بالاضافه للشركه الاجنبيه اللي مشاركاه، اكيد هترجع تطالب بحقها في الارباح. يبقوا ياخدوا حقهم الرضا، العقود كلها باسمه. انت مبسوط ان العقود كلها باسمه وما تعرفش حط الحاجه فين؟ اسمع انتوا الاثنين، انا مش هستغنى عن اي مليم من 300 مليون بتوعي، وال 300 بتوعك يا صفتي القرض اللي مررته لك بشويه ضمانات هايفه، يعني اخسر فلوسي واخسر منصبك كرئيس بنك، اخسر كل حاجه لما يجوا يطلبوك في السداد. ولا انت مش حاسب المصيبه اللي احنا فيها يا باشا يا سليمان؟ ولا انت مش همك الفلوس اساسا؟ ربنا وحده اللي يعلم. نص المبلغ ده مش سلفه من اهل الدايره بتاعتي، وعليا شيكات ب 150 مليون جنيه. الله، ابناء الدايره ده ايه الحلاوه والجمال ده؟ لازم تهدى يا برنس ونفكر، الحاجه بتاعتنا هنوصل لها. اكيد رضا سايب خبر مع حد، لو فكرنا وبهدوء هنوصل. ايوه بهدوء هنوصل. الو؟ ايوه رايف فوز، مع سعادتك. ايوه ما عليك، امر. فين؟ ليه؟ احلف؟ حاضر احلف. انا مش عارف اقول لسعادتك، انا متشكر جدا. على العموم كل سنه وسعادتك طيب، قصدي كل وزاره وسعادتك طيب. مع السلامه سعادتك. خير يا راغب. عايزين نحلف اليمين. يمين؟ يمين ايه؟ انا بقيت وزير. وزير؟ وزير ايه؟ معرفش لسه، بس تصور النهارده بالذات بقيت وزير. ألف مبروك يا برنس، مبروك لمصر، مبروك لنا كلنا. مبروك. مبروك ازاي؟ حلو قوي، جبتها منين يا رضا؟ لا ده السر مش هقدر اقول لك عليه. الكوليه ده مفيش اخوه في مصر، انا لفيت كتير علشان الاقيه لغايه ما تعبت وكنت هيأس، وفجأه شفت قدامي في فاترينا وشفته ملفوف حوالين رقبتك. كل ده بتعمله عشاني؟ لو قدرت اجيب لك العالم كله واحطه تحت رجليكي تشوفيه قدامك وتنقي اللي يعجبك. الكلام الحلو ده بتجيبه منين؟ وانا بسمعه بحس ان انا طايره معاك في عالم تاني. الكلام ده ما بيطلعش غير لما ابص في عينيكي، عينيكي اللي سحرتني. ده الشيء الوحيد اللي يخليني ارتاح بعد ما الف وادور. أنا ما بصدقش غيرك. لو العالم كله قال حاجة وأنت قلت عكسها ما بصدقش غيرك. أيوة أنا عايزك كده على طول يا طماطر. شوف الدنيا بعيوني أنا هتشوفيها صح. شوفيها، بصي بعيون غيري وهتتوهي يا طماطر، هتتوهي. في ايه؟ مين ده؟ مفيش حاجة، ده الدكتور بس جاي يطمن عليكي. دكتور
فهمهم ان انا ما عنديش حاجه، مش مصدقين ان هو كان معايا وبكلمه وبيكلمني زي ما بتكلم معاك دلوقتي. احنا مصدقينك يا مدام تومادر، بس المطلوب من حضرتك دلوقتي انك تتغذي كويس، والا هضطر اعلق لك محلول جلوكوز. لا 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 هاكل احسن رضا يرجع يلاقيني تعبانه، وبعدين هو ما بيستحملش عليا حاجه ابدا. نورا تعالي يا حبيبتي تعالي، انت رايحه فين؟ باباكي زمانه جاي. مدام تومادر اهدي بس شويه اهدي. المهم يا مدام انك تاكلي كويس وتاخدي شويه الادويه اللي انا كتبتها لك. ادويه؟ ليه؟ ابدا شويه مقويات مش اكتر. وماله؟ هاخد الدواء، هاخد الدواء. بس المهم محدش يقوله اني كنت تعبانه. ها؟ حاضر يا مدام، تعالي معايا يا مدام شاهين. يعني باختصار المسألة مسألة وقت، وهي دلوقتي بتحاول تهرب من واقعها. طب يا دكتور يعني لو احنا خرجناها وديناها الأماكن اللي بتحبها أو رجعت شغلها تاني في الحضانة، ده ممكن يفيدها؟ اصبر شوية يا أستاذ تيمور، أجل الخطوة دي بعدين. المهم دلوقتي إنكم تتابعوا العلاج والغذاء، ولازم تفضلوا جنبها، وخصوصا بنتها. وجودها جنبها مهم جدا. يا سيدي ألف 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 مبروك، ده خبر يسرنا كلنا جدا طبعا. عقبال المركز الكبير بقى. نعمل حفل عظيم إن شاء الله. يلا بالسلامة. تخيل راغب بقى وزير. بقى وزير؟ أيوة يا سيدي بقى وزير. ما هو كل ده لحسن حظنا طبعا يا لورد، أنت دايما حظك حلو. بس يا واد على فكرة أنا امبارح طول اليوم بتصل بيك، أنت كنت فين؟ مشغول قوي في موضوع رضا، أزمة ما كناش عاملين حسابها. الله يرحمه. على فكرة بابا أنا قلقان على نورة قوي، أنا مش عارف أعمل إيه، بتصل بيها تليفونها مقفول. رأيك أروح لها البيت؟ سيبها كام يوم كده لحد ما تفوق، لكن بعد كده خليك معاها دايما، ده واجبك. خلاص أنا هستنى كام يوم كده لحد ما أعرف أقابلها وأطمن عليها، أكيد هي في أزمة رهيبة. كلنا يا ابني في أزمة رهيبة، أزمة لا كانت على البال ولا على الخاطر، أنا مش عارف أحلها إزاي. ممكن أعرف إيه سبب زيارتك؟ أنت بقالك 10 دقايق بتتكلم وأنا مش فاهم منك ولا حاجة، أنت عايز مني إيه بالظبط؟ إدارة المراقبة المالية سجلت إن شركة عدلي سحبت تقريباً رأس مالها كله ودخلت بيه في صفقة تصدير لمصر. يس أي نو، عارف. صفقة تصدير اكسسوارات من ماركة عالمية. انت متأكد من طبيعة الصفقة دي؟ والله انا ما عنديش اي فكرة عن التفاصيل. بس انت شريك وليك نصيب كبير قوي انت وسارة. الله، انتوا بتحققوا معايا على ايه؟ هو انا المفروض اقدم لكم تقرير يومي على سلوكياتي؟ لازم تعرفوا خط سيري وتوافقوا عليه قبل ما يحصل؟ بليز مستر نجيب كام داون، ارجوك مفيش داعي للانفعال. انت راجل ذكي وفاهم ان الدوله ممكن تلجا للاسلوب ده في الظروف اللي زي دي. لازم تعرف ان انا لا خدت اموال ولا اديت اموال لاي حد ممكن يستغلها في اي حاجه ضدكم. سنه 98 في يناير، 6 يناير بعت 10,000 جنيه استرليني لشخص اسمه عزيز ابو النور، وطبعا هو والد ناصر ابو النور، مش كده؟ دي كانت مجرد مساعده. لما عزيز اتصل بيا وقال لي ان عمتي الست العجوزه اللي قاعده لوحدها في دار مسنين محتاجه العمليه، اتبرعت لها بتكاليف العمليه في الوقت ده. شور متاثر قوي. مفيش سبب واحد يخليني اكذب عليك، عمتي عملت العمليه وماتت، وممكن تتاكدوا من الموضوع ده. وبعدين انت مالكش اي حق تتدخل في اسراري الشخصيه، انا حر، فاهم؟ حر. وانا بقول لك انه مجرد سؤال روتيني اجابتك عليه مش هتعرضك لاي مشاكل. وانا مش هجاوبك عليه بسهوله. وخلاص كفايه كده بقى. الزياره بتاعتي انا عايز ابقى لوحدي. مستر نجيب انت بتطردني؟ لانك مش قادر تبقى انسان. مش قادر تحترم مشاعر انسان تاني بيمر بازمه واحنا قدام عينيك وانت ما فيش في دماغك حاجه غير انك تحقق في الاوهام الفاضيه اللي موجوده في دماغكم. اوكي. ام اوف. الو. مستر فادي. الو. اسمحوا لي
وأرجوك تقبل تعزيتي القلبية. ويلكم. ايه؟ كان عايز منك ايه؟ أشوفك يا هشام وأقعد معاك، حاسة إني تايهة. زلزال كبير مر بحياتنا وهنساها بطريقة عنيفة. أنا مش عارفة أفكر. أنا فاهمة كل اللي بتقوله يا هشام. أنا كمان عايزة أخرج، حاسة إني بتخنق. خلاص أوكي، بلاش النهاردة، نتقابل بكرة. أنا بحاول أتماسك عشان ماما، خايفة عليها أوي يا هشام. مع السلامة يا هشام. استوب التغيير! شيز ديد! كارولين ماتت خلاص! ما تخليش حزنك عليها يدمر حياتك اللي جاية كلها! يعني إيه؟ يعني تنزل تشوف شغلك وتعيش حياتك! تشوف الشركة اللي أنت بقيت مسؤول عنها والحكاية اللي أنت كلمتني عليها! السبطة اللي حاطه فيها راس المال كله! صدقني يا فادي مش قادر. خلاص سيب بقى حقوق تضيع وخليك مستسلم. بس يا اخي اذا ما كنتش خايف على حقك، خايف على حق البنت اللي اسمها ساره واللي ابوها سابها امانه في رقبتك. ليه شايلتني الحمل التقيل ده يا عدلي؟ يا نجيب، يا نجيب حبستك في البيت خاطر عليك. بص يا صاحبي، خلي حزنك في قلبك وانزل وعيش حياتك عادي. حرام عليك ما تضيعش كل حاجة. بقول لك ايه؟ ما تيجي نخرج ونغير جو ونقعد في اي حتة، في المطعم او في اي مكان تحبه. اشرف على الشركة لفترة محددة. اوقف اي صفقات جديدة لحد ما تلم رأس المال والارباح، وبعد كده صفيها وكل واحد ياخد نصيبه. ده هو اللي انا ناوي اعمله بالظبط. بس ده برضه محتاج منك انك تتحرك، محتاج مجهود لحد ما تسايل فلوسك وبعد كده اشتري بيها عقارات، وده احسن استثمار ليك انت وساره. عندك حق. عارف كارولين كان عندها افكار كتير قوي، ما كانتش مخلياني محتاج اي حاجه. هلو هلو مستر نجيب. هلو مستر هيو، ويلكم. اتفضل اتفضل. شكرا. كويس انك جيت. أنا طلبتك عشان نجيب محتاج يتكلم معاك شوية. Anything you want. تعزياتي مستر نجيب. Thank you very much. أنا بس كنت عايز أعرف موقفنا إيه في الشركة دلوقتي. الحقيقة كل شيء متجمد لغاية لما نعرف مين هيدير الشركة بعد ميسيز ريهام. ممكن تعتبرني أنا المسؤول. سارة عملت لي توكيل بالإدارة. إحنا هنقيم موقفنا ونحاول نرجع رأس المال بتاعنا وبعد كده نشوف إذا كنا هنستمر ولا لأ. الحقيقة الصفقة الأخيرة دي أنا ما كنتش فاهم تفاصيلها. ومش عارف ليه ميسيز ريهام وكارولين كانوا مصممين عليها. كمية ضخمة من الاكسسوارات، ماركة عالمية بتتصدر لمصر، فكرة عادية والمكسب فيها عادي، ما كانتش مستاهلة ندفع فيها كل رأس المال تقريبا. حقيقة انا مش فاهم كلامك يا مستر هيو. هو انا كنت حاسس بحاجة غريبة في الصفقة دي ومحبتش اتكلم، خصوصا ان كلنا عارفين ان كارولين بتمثل مستر نجيب وسارة جوه الشركة. ايوه بالاختصار الموقف ايه دلوقتي؟ مخبيش عليك احنا في موقف صعب،
خصوصا ان الشريك المصري مستر رضا مات في نفس الحادثه، وعايزينك تعمل اتصالات مع اللي بينوبوا عنه في مصر. انا هعمل كده ازاي؟ هتعمل كده بصفتك المسؤول الوحيد عن الشركه. اورايت مستر هيو، بكره نتقابل في الشركه ونشوف هنعمل ايه بالظبط. في حاجه اخيره، بيتهيالي ان مسز كارولين كانت المسؤوله عن الصفقه الاخيره. في اوراق كتير ومستندات اختفت من على المكتب ومش لاقيينها على الكمبيوتر، وبيتهيالي ان هي جمعتها عشان تنزل بيها مصر. الاوراق دي لو لقيناها هتتحل كل الالغاز المتعلقه بالصفقه دي، وهنقدر نختصر في الوقت. معلش، أنا عارف إن الموقف صعب وإن الصدمة كانت مفاجأة وقوية أوي عليكم. أنت مش عارف بابا كان بالنسبة لي إيه؟ كانش أب عادي، وأنا صغيرة بابا كان بطل بالنسبة لي، بشوفه بطل في أحلامي، كل حاجة مستحيلة كنت متخيلة إنه يقدر يعملها. لو حد طلع جبل، لو بطل فيلم قتل كل الأشرار ولقيت صحباتي كلهم معجبين بيه، أنا أقول لهم بابا يقدر يعمل كده. كل أمنية صعبة أو مستحيلة كنت متخيلة إنه يقدر يحققها. عمري ما تصورت إن نور. حبيبتي، أنا عارف إن اللي بطلبه منك ده صعب، بس أنا جنبك، أنا عايزك تتماسكي على الأقل عشان خاطر مامتك اللي أنا عارف قد إيه هي متأثرة بالصدمة دي. أنا كنت معاها ساعة لما جالها الخبر، ساعة حادثة باباكي في البلد بتاعته، وشفت قد إيه لهفتها وخوفها الرهيب عليه. مامتك يا نورة محتاجة لك أكتر ما أنت محتاجة لها. ماما غايبة عن الوعي تقريبا بقالها 20 يوم، وهي بتبص لصورته بتحلم بيه بتكلمه. أنا خايفة عليها قوي يا هشام. مامتك يا نورة ست طيبة ورقيقة، وأنا عارف قد إيه هي متأثرة بالصدمة دي. وبعدين حزنك على باباكي ده هيفضل طول العمر، بس الحزن ده لازم يفضل جواكي علشان تقدري تعيشي. هو كمان على فكرة هيبقى مبسوط قوي لما يشوفك عايشة حياتك وبتحققي ذاتك. أنت عارفة إن روح الميت بتفضل مرتبطة وحاسة بكل الناس اللي كان بيحبهم ويحبوه. الحال